السلام عليكم الاخوان، كيف ما كتشوفوا انا خديت يعني هذا الفيديو للاخوه المبتدئين، الاخوه اللي كيقتنيوا او اللي كيشريو اول موليني او لا موليني جديد. كيف ما كتشوفوا الاخوان انا خديت واحد الموليني جديد غادي يخدم به ان شاء الله في هذه الخرجه باذن الله. هو باقي ما عمرو تستعمل. الحاجه الوحيده اللي درت ليها الاخوان، اول حاجه درت ليه الزيت، اول حاجه مازال ما دخلتوش للبحر، مازال ما خدمتش به نهائيا. يلا غادي نخدم به الزيت الاخوان. كيف ما كتعرفوا كنخدم بالزيت ديال الماكينه ديال الخياطه، خفيفه بحال الماء انك توصل فين بغيت، وفي نفس الوقت ما كتثقلش الدور ديال المونيني. حاجه الثانيه الاخوان، كنستعمل لا غريس. ها انتم الاخوان، لا غريس شي حاجه سبيسيال، كاين سبيسيال وكاين العادي. هذاك سبيسيال الاخوان كيخدم السخونيه يعني مزيان. هو كان جاي الاخوان الاول حاجه البلاصه اللي كاينه فيها اللورمات، هنا كاينين اللورمات، كاين واحد اللورمه من هنا عند الباقه ديال المانيفيل، وكاينه لورمه في الجهه الاخرى. انتم الاخوان هنا درت ليه لاكريس ومسحتو، هنا انا يلا كندير ليه لاكريس. وكنجي للفيسات، هنا كيف ما كتعرفوا موليني ديال الكشطه ضروري ما يطيح الانسان بيكي، كيوقع شي مشكل شي حاجه. هاد الفيسات الاخوان كنعمرهم بلا غريس بهاد الطريقه هادي، كنجي للفيسات. علاش؟ لانهم كيصديو، اون فوا كتبي تحلها ما كتبيش تحلك شي نهار، يعني ضروري شي. دابا كلشي غادي تفينا، غنمسحو بالشيفون، عمرو عليهم ما تخافوا منهم والو، سدو حاولوا تسدو هادوك التقابي اللي فيهم الفيسات. وفي نفس الوقت الاخوان راه غادي ينفعوكم من هنا لقدام، غتعرفوا بهادشي اللي كنقول لها ان من نهار تبي تحلها ويدخل معها الصدى غادي يبدا يعني يبدا يلاشي لكم الفيسات، غيلاشيو مع التورنو فيسو هذا من الاحسن. ها انتوما كما كتشوفوا الاخوان، اي بلاصه فيها فيس جديد الا هو كندير ليه واحد شويه ديال لاكريس وغادي تمسح لاكريس الاخوان. ما ديروش وسط الموليني، غنصحكم الاخوان ما ديروش وسط الموليني، لان اش كيوقع ليه؟ راه البلايص اللي كيتحركوا كيكون لاكريس خدام فيهم، يعني كيتحرك ما عندوش مشكل، ولكن في هاد الجوانب اللي ما كيتحركوش وكيكون لاكريس كثير اولا كيسير كيهبط، كيبقى هنا مجموع، ولا كانت الرمله كيبقى شاده ما كتحيدش منه الرمله، كتبقى الرمله وكتاكل لك في البينيوات وكتاكل لك في الرحه ديال المونيني. واللاكس ما كتجي واحد النهار كتبدا تخرخر، كتدخل كتلقى اللورمات صافي تصدو من الداخل ماشي من برا، لان الماء يقدر يدخل مع اللاكس او لا يدخل مع هاد البلايص بحال هذا ديال الفران. يعني دائما ما ديروش لاكريس للداخل، الا غديروا لاكريس الاخوان نصيحه، غادي تزوا واحد القريعه صغيره وديروا فيها تقريبا شويه ديال لاكريس، وديروا مع الزيت ديال الماكينه ديال الخياطه، خلطوهم مزيان تيولوا سائل جاري شويه، يكون يعني خاطر ما خفيف ما ثقيل، وحاولوا دوزوه بالبانسو للبينيوات واللاكس والميزان والرحه ديال المونيني، وبطبيعه الحال المانيفيل من هنا حتى هو يدوز ليه. كيف ما كتشوفوا الاخوان هاد المونيني عجبتني بزاف، وخديتها خديتها الاخوان عجبتني بزاف، ملي قلبتها من الداخل يعني حليتها وطليت عليها لقيتها يعني في نفس السيستم ديال الادونيس، المونيني ديال الادونيس نفس الشكل ديالها ونفس السيستم ديالها. هادي مازال زايدين عليها واحد الميزان اللي هنا يعني كيكيليبري اللاكس، كيعاون اللاكس ملي كيهبط ويطلع، هادي ما دايريناش في الادونيس، يعني كيكيليبري اللاكس وكيعاون اللاكس. عندها هنا لورما يعني البوليسي ديالها اولا البيكاب. وبالنسبه للخدمه ديالها عجبتني بزاف، كتصط في الخيط مزيان وكتجمع وصحيحه. بالنسبه لليد ديالها الالومنيوم، عندها كشط هنا الالومنيوم، عندها الكاش ديال البلاستيك اللي بيتحلوه تزيتوه من تحت منه. وبالنسبه للاخوان لهاد المونيني راه عجبتني بزاف، فيها جوج ديال البوبينات تبارك الله، كتهز الدري ديال الصحراء، الدري ديال الوحوش 500 متر ديال 40، شوفوا ديال 48 350، هذا ديال 48. اما الا درتو لاطريس راه حديت ولا حرج، راه تهز ليكم 1000 متر هادي ولا 800 متر، وبعدا غتهزها ديال 18 ولا كان 20، يعني الا درنا 40 مضروبه مقسومه على جوج راه 20، هذيك راه 1000 متر. يعني حنا الا قلنا غير 800 متر هزاتها ديال 20،
راه تبارك الله راه ما تصيد. وموليني مخيره الاخوان البوني ديالها كلشي قلبتها مخدومه زعما مزيان، موليني عجبتني وقلت نشارك معكم هذه المعلومه. وبالنسبه للورمون اللي فيها لي لورمو اولا لورمات ديالها فيها تقريبا فيها 6 زائد 1 كلهم اينوكس ستينليس ستيل. وغادي تشوفوا معايا الاخوان الطريقه باش غنخدم بها في البحر ان شاء الله. وبالنسبه للاخوان اللي بغاها راه غنخلي الرقم ديال صاحب هاد الموليني اللي بغاها ياخذها اولا شي حاجه، المهم يتواصل مع السيد. ومرحبا الاخوان باي واحد البياس ديالها كاين عنده اللي بغى البياس درو شونج مع المده، لان اهم حاجه في الموليني هو البياس. وتحياتي لكم الاخوان، غادي نعمرها بواحد السبيب ديال 40. اللهم يسر ان شاء الله يعيشوا معايا الاجواء خرجه. راه هي هذه البدايه ديالها الصباح هذا، وحنا تقريبا 36 كنوجدوا الخرجه ديال اليوم في العشيه ان شاء الله اليوم السبت. وتحياتي لكم الاخوان، اي معلومه كتبان لي كتهم الرياس للمبتدئين وللحرفيين راه كنشاركها مع الاخوان. اللهم يسر. كيف ما كتشوفوا الاخوان، اول حاجه بغيت تعمروا الموليني تاعكم كتحتاجوا يعني الموليني تركبوها في السيبورة اولا في بلاصتها في القصبة، كدوزوا الخيط من الخرصة الاولى كتهودوه، الخرصة الكبيرة كتجيبوه كتحلوا البيكوب كيكون بحال هكا على هاد الشكل، كتحاولوا تحلوه اللور، كدير واحد الدورة في البوبينة وكتعقدوها، كتردو البيكوب كيتسد كتولي هي على هاد الشكل، يعني صافي ولات كتجمع الموليني. كتجيو عندكم شي سلوم اولا شي حاجه اللي تكون بحال هكا كتشد لكم، كديروا شي سبيب يكون غليظ ديال 100 ولا 80 ولا 60، كديروا فيه البوبينه وكتخدموا مرتاحين. الا ما عندكمش هذه القضيه ولا ما عندكمش فين تربطوا، واسهل طريقه هي تشدوا البوبينه تاعكم وتلوحوها في شي سطل، شي سطيله صغيره يعني تكون فيها النص ديال الماء باش الدور هي ليبر. من الاحسن الدور بدا تعطيكم الخيط بهذا الشكل باش ما عمرها تخبل لكم الخيط، اولا الخيط ملي تمشيو تبيو تصيدوا به، يعني اي رايس كيعمر بوبينه جديده بشي طريقه ماشي هي الطريقه اللي قلت لك، يعني ما كتعطاكش الخيط ديريكت من البوبينه، كتعطاك بهذا الشكل الا وكديرها برام. ولكن الا تعطاك الخيط بهذا الشكل الاخوان تدور الحاجه كدور يعني كيف ما تجمعت هي في الاصل كتعاود تخرج، ما عمر دير لكم برام. وهذه القضيه كتوقع بزاف ديال الاخوان الرياس، كيعمر البوبينه وكيديها يلاه كيلونسي كلشي كيتخبل ليه كيتكب ليه الخيط كيقول لك ما عرفتش مني، كيبدا يشحط بها واحد التقريبا دوز عنده كيبدا ينقص فيها وكيهلك السبيب، كدوز واحد المده عنده تقريبا ديال 5 د الخرجات 10 د الخرجات عاد كترضى. المشكل في هذاك الشيء هو انه ما تجمعش الموليني، ما تجمعش السبيب في الموليني بالطريقه الصحيحه. ودائما الاخوان الموليني عمرها ما كتعمر حتى اللفان، دائما كيبقى فيها واحد شويه واحد جوج المينيم ولا 3 د المينيم ديال الخوا باش ما عمر الخيط يعني يخرج، وخاصة الخيط إذا كان قاسح. أما أنا كنخدم دائما بخيط رطب، كنقلب على خيط رطب وذو جودة عالية ويكون مزيان. تحياتي لكم الإخوان، بقوا معايا تنكمل البوبينة إن شاء الله نعمروها.